شوف هذه الدراسة وتفاصيل علاج هذه المشكلة. في الاستوديو معنا الأستاذ محمد فريج، اختصاصي نفسي. أستاذ محمد صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. حياكم. تعليقك على الدراسة بشكل عام. الدراسة هي يمكن في البداية دراسة بريطانية إلى حد ما، وهم أخذوا مجموعة من الضغوطات اللي بتعرضوا لها البشر بشكل عام وحاولوا يشوفوا ترتيبها ما الذي يحدث أو أكثر حدوثا تكرارا في حياة الشباب. أخذوا فئة عمرية معينة اللي هي عينة الدراسة في نهاية العشرينيات إلى حد ما. الآن يمكن كانت واضح أن هناك في ضغوط متعلقة بالمال، سواء كان بطريقة جمع المال أو بالتعامل مع المال. صحيح. وثانيا العمل، وثالثا كان قلة النوم. هذه كانت في بريطانيا. يمكن قد تختلف الترتيبات في أشياء أخرى متعلقة يعني المشاكل ممكن تحدث مع شريك الحياة، المشاكل ممكن تحدث في المجتمع المحيط، فهم أخذوا هاي الترتيبات. يمكن لو جينا على أماكن أخرى نجد أنه في شيء متعلق بعدم وجود عمل، بمعنى أنه يكون القلق الضاغط أنه ما يكون أصلا في فرصة عمل، وبالتالي بيكون الضغط الأكبر هو البطالة. يمكن أماكن أخرى حتى الهموم العاطفية تكون هي العلاقة مع الشريك. صحيح. ولكن يعني أستاذ محمد، في المدن العصرية بشكل عام حول العالم ودبي من منطقتنا العربية، نلاحظ فعلا يعني لما تدردش مع مجموعة من الشباب أن هذه هي الهموم، هذه هي المادية، العمل، الأمور المادية، قلة النوم، يعني في توتر شديد. قليلا ما يتكلمون عن أمور عاطفية أو زواج أو أبناء، يقول لك بعدين يعني، بس خلني أول شيء أثبت، وكأنها مش أولوية بهذا الوقت أو بهذا بالضبط الأمر. لذلك نوعا ما يعني نحس أن هي قريبة من اللي يعيشون في المدن. صحيح. العصرية. طيب، هل يقابل ذلك وعي من الشباب في نهاية مرحلة العشرين بضرورة أن نزور الطبيب النفسي بشكل عام أم لا؟ الآن هل كل قلق يستدعي زيارة أخصائي نفسي؟ هذا هو السؤال الأهم. أكيد مش بهذه الطريقة، لأنه القلق بمفهومنا النفسي العلمي هو ليس شيء سيء بالإطلاق. هو عبارة عن محفز حتى أكمل مهامي. يعني لو ما عندك قلق أنه برنامج اليوم طالع وبدك تستعد، بده يكون في عندك تفكير أنه البرنامج بده يكون جيد، الفقرات محضرة بطريقة جيدة. هذا القلق اللي تستمر معه الحياة، اللي تنضبط الإيجابي يعني. هذا إيجابي جدا. تنضبط معه الأمور. طيب، إمتى بيصير خوف؟ لما تكون مثلا جاي أنت على البرنامج اليوم ومش نائم مبارح نهائيا وأنت تستعد للحلقة. أوكي. طيب، ممكن نفهمها في أول حلقة، بس إذا في الحلقة رقم 20 و30 و40 وأنت ما بتنام كل يوم، شو معناته؟ معناته في مشكلة. معناته خذ حقوقك وتوكل. إن شاء الله ما عندك شيء مشكلة، لكن معناته في مشكلة. إذا قاعد بتكرر نفس النمط نفس الأسلوب، ممكن نفهم إنه مرة مرتين. فإذا تكرر بشكل غير عادي، هون أصبح اضطراب، مش مجرد حالة عادية ممكن أمر فيها. مثل الامتحان عند الطلاب، ممكن أني في أول يوم امتحان أو قبل الامتحان بفترة أقلق، أجد طرق للتكيف وأمشي وأدرس وأنجح. صح. لكن إذا ما استطاع أن يدرس أو يروح الامتحان أو ما استطاع أن ينام ليلة الامتحان وتكرر، صارت مشكلة. معناته أن التوتر بدأ يسيطر عليه، ينتقل إلى مرحلة من الوسواس أو شيء مرضي. طيب، في الحالة الأولى اللي ذكرته وهي القلق الإيجابي إن صح التعبير، كيف يتعامل مع الشخص؟ يعني في ناس مجرد ما يحس بقليل من التوتر أو القلق على طول يلجأ إلى الحبوب والمسكنات حتى تصل إلى درجة الإدمان. يعني هذه طريقة خلنا نقول هو وجدها للتكيف، وهي يمكن حتى الدراسة أشارت أنه عند النساء أكثر قابلية للتعامل مع الوصفات الدوائية منه مع الرجال أو مع فئة الشباب. لكن هاي طريقة مثل ما حكيت، الشباب بعضهم راح لتدخين، بعضهم مخدرات، بعضهم راح لحبوب مهدئات. هي طرق للتكيف بغض النظر شو كانت جيدة أو سيئة، لكن هي طرق. الآن الإنسان اللي بين قوسين نقول اللي هو المعتدل أو السوي بده يتعلم طرق استجابة تكون منطقية. بنسمع عن الناس الآن بيمارسوا الرياضة بشكل دائم حتى يتخلصوا ويخفضوا القلق. نسمع عن الناس تعلموا يوغا، ناس تعلموا تنفس. صحيح. تقنيات التنفس العميق والاسترخاء. نسمع عن الناس شغلوا حالهم بنشاطات قد تكون تطوعية قد تكون ربحية، لكن نشاطات مختلفة بحيث أنه يتعامل مع نوعية الضغوط هذه. إذا خلق نوع من التفاعل مع المجتمع أو مع النفس بطريقة ترفيهية أو مفيدة نوعا ما، كالرياضة، كالأعمال التطوعية، نوع من أنواع من أشكال التكيف. الآن بس تعليقا على أنه متى ممكن زيارة الأخصائي أو الطبيب، أنا بعتقد أنه الإنسان بحد ذاته عنده مثل المعيار الداخلي، بيبدأ يشعر بنفسه أنه لا، أنا الموضوع عندي أكثر من طبيعي. يعني لما شخص يكون عنده قلق من على سبيل المثال قيادة السيارة،
لما يوصل لمرحلة أنه صار يصف السيارة ويطلع في الباص أو بطل يستطيع يكمل مشواره لعمله أصبحت المشكلة حقيقية تستدعي زيارة أخصائي. لكن طالما أنه الإنسان أوكي بخاف من الزحمة، بخاف من الأنفاق، بخاف من الجسور والسيارات المسرعة والمسارب الكبيرة، لكن قادر أني أتعامل مع هذا الضغط. في المرحلة اللي بيوصل فيها الإنسان أنه مش قادر يتعامل مع المشكلة وصارت تعطل حياته، أعتقد أنه هون بحاجة أنه يستشير. طيب السؤال الأخير عن هذا الحرص الشديد على العمل، هل نتيجته بالضرورة تكون إيجابية بحيث أن نلاحظ زيادة في الإنتاجية، أم أنها لها تأثير عكسي، هذا القلق يؤدي إلى قلة في الجودة أو حتى في الكمية بالنسبة للإنتاج؟ يعني هو يمكن نحكي كل إنسان له أيضا معايير، بل الإنسان على نفسه بصيرة. مرات نشعر أنه سواء في البيت أو في العمل لما يكون في مدير على سبيل المثال كثير حريص على أن يكون العمل كاملا، أو أم تكون حريصة في البيت أن يكون ابنها دائما متفوق، نجد أنه هذا ينعكس سلبا لما يكون الموضوع أكثر من قدرات الشخص اللي أمامي. لذلك في نوع من حسن التعامل وحسن الإدارة حتى مع المهام المطلوبة، ما يكون سقف الطلبات سواء كان لشخص آخر أو حتى لنفسي، ما يكون سقف الأهداف والتوقعات جدا عالي بحيث أنه يقسم الظهر أحيانا. صح، إذن الزائد كما الناقص مثل ما نقول دائما. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد فريج الاختصاصي النفسي على تواجدك معنا. أهلا. استكشاف